السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم وصفة مختلفة تقدر تقولوا عليها مميزة، يعني اللي ما دقش الطعم تاعها مقبل انا نقولكم بلي راكم راضيين بزاف. هذه القطعة تاع اللحم هي الرقبة تاع الدند. كاين وصفات بزاف نقدر نطيبوا بهم الرقبة تاع الدند، خصوصا اذا طيبتوها بهذه الطريقة، يعني لما نديروا لها التوابل تاعها ونمدوا لها الحق تاعها في الطهي تجي قطعة تاع لحم بزاف بنينة، رغم انه الثمن تاعها بزاف رخيص مقارنة مع انواع تاع لحوم واحد اخرين. ولو كان نقارنوا الثمن تاع هذه القطعة تاع اللحم اللي هي رقبة تاع الدندو بأنواع تاع لحوم واحد اخرين، مثلا البقري ولا الخروف ولا في الدندو بحد ذاته، مثلا نقارنوا السكالوب مع الثمن تاع الرقبة تلقاو بلي ثمن بزاف بعيد. السكالوب غالي ولما يعني نطيبوه يجي صامد، يعني دير له شحال من حاجة باش تجي فيه هذيك البنة. اما هاد الرقبة ما تقدروش تتصوروا البنة تاع اللحم ديالها، عنده بنة خاصة، عنده نكهة خاصة ما تلقاوها في اي نوع تاع لحم واحد اخر. مانيش مبالغ ولا، لكن لما تجربوها بهذه الطريقة بالذات راح تعرفوا واش راني نحضر. وصفة نقدروا نقولوا عليها اقتصادية، لانه يعني الرقبة تاع الدند ماهيش غالية بزاف، ولهذا اللي ما عندهمش لي قيسهم قيس ارواحهم قدروا كامل تجربوا هذه الوصفة وتستمتعوا بها. راح نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، قولوا بسم الله وعلى بركة الله، ندخلوا مباشرة في الفيديو ديال احنا. الحاجة الاولى اللي راح نبدا بها كامل هو الحجم تاع الرقبة، يعني اذا شريتو حاولوا ما تشروش هذوك الرقابي اللي يجوا رقاق، ضروري تشرو يعني رقبة تكون خشينة وملحمة هكذا باش تقدروا تنحوا منها اللحم. هنا عندي زوج رقابي، ضروري ندير هذه الكمية هكذا باش نحي كمية مليحة تاع اللحم. وهنا بطبيعة الحال راني منظفتهم، غسلتهم بالخل وقطرتهم بالطبع، وكي تروحوا عند الجزر يعني هو ينظفها لكم. مبدئيا راح ينحي هذيك الجلد اللي تكون كامل من الفوق، كيما انا نستغنى كامل على هذيك الكركسه لانه تجي معمره عظام، يعني عندي ما ندير بها. قلت له نحيها لي كامل، يعني جبت واش نسحق فقط. شوفوا انا يعني قطعها لكم بهذا الشكل على اساس يعني تقدروا تقطعوها مارس مارس، وتقدروا يعني ديروها في اي وصفه، صدقوني تمد لكم واحد الطعم بزاف بنين. اللي ما دقوهاش مقبل اللحم تاعها عنده واحد الطعم هكذا بنين، ويجيك شغل جيلاتيني، تجي في واحد الماده هكايا تمد له واحد البنه بزاف هايله. راح نروحوا للتوابل. عندي كرافس مجفف، عندي فلفل عكري حوالي نص مغرف كبيره، عندي شويه فلفل كحل، عندي كذلك التوابل تاع شطيطها، يعني شطيطها لحم شطيطها الدجاج، درتهم لها كذلك زادوا لها بنه على بنه. والمشتركين الدائمين تاعي في القناه اللي يتفرجوني بصفه دوريه راهم على بالهم منين نشري التوابل، ويدير التوصيل عنده توابل بزاف شابين. كذلك راح نخلي لكم رابط هذاك الفيديو هكذا باش تشوفوا الانواع تاع التوابل اللي عنده. هذا التوابل بالذات يعني هو الهريسه الناشفه، شاركت معكم الوصفه بالتفصيل، فيها الكسبر فيها الحار وفيها كذلك كميه مليحه نتاع الثوم، ولهذا في هذه الوصفه ما راحش ندير الثوم، يعني راح نكتفي بالثوم اللي راه جاي في هذه الهريسه الناشفه. اللي ما عندهاش ولا يعني ما دارتش الوصفه تاعي مقبل، فديري 3 سنينات ولا 4 سنينات تاع ثوم، ديري كميه من الكسبر يكون بودره، وكذلك تقدري ديري شويه حار اذا كنتم من محبي الحار. درت كذلك الكميه تاع الملح المناسبه، درت نص مغرف كبيره تاع المونطارد ولا الخردل، ودرت هذه الكميه تاع صوص طوماط يعني حوالي نص كاس ولا كاس الا ربع. اللي ما عندهاش يعني ماهيش مهمه في الوصفه، انا اصلا ما كانش عندي لا طوماط كونسونطري، احكموا نص مغرف كبيره تاع لا طوماط كونسونطري ولا مغرف غير ربع، ميهوها في نص كاس تاع ماء وفرغوها. درت كذلك من 4 الى 5 مغارف كبار تاع الزيت، لانه هذا الرقبه تاع الدند كما راكم تشوفوا ما فيهاش كامل الشحوم، ضروري نديروا كميه مليحه تاع ليدام. الان شرح نديرو، راح نحكمو هذيك التتبيله ونحاولو نغلفو هذه الرقبه بكامل هذيك التتبيله البنينه، يعني كذلك راح تمد لها بنه بزاف هايله. عندي حبه تاع بصل قطعتها على 4، يعني بعد راح تدبنا كامل وما تبانش في الوصفه، غطيتهم بالبابي فيلم وراح نخلي يعني هذيك الرقبه تشرب لي كامل هذيك التتبيله. انا كل وحده والوقت اللي عندها، يعني ابسط حاجه خليها نص ساعه كيما خليتها انايا، وكل ما تخلوها في التتبيله راح يكون خير وخير. بطبيعه الحال تغطوها بالبابي فيلم وتحطوها في الثلاجه، يعني قد ما خليتوها مليح. هنا راح نجيبوا لا كوكوت، راح نجيبوا هذيك الرقبه نحطوها في لاكوكوت هي بالتتبيله ديالها بهذيك الكميه تاع البصل. كذلك عندي هذوك زوج ورقه تاع رند، يعني هنا اللي تحب تضيف اي توابل تكون تحبهم ولا مالفه طيب بيهم ولا مالفه ديرهم مثلا للتتبيله تاع اللحم ديروهم كيما حبيتوا. انا نعطي لكم الفكره فقط، وكل وحده حره في كوزينتها، كل وحده يعني عندها حاجه هذه وهذيك ما عندهاش، ربما عندها كامل يعني المكونات تاع الوصفه، تصرفوا كيما حبيتوا، يعني راكو حرين
في الكوزينة تاعكم. المهم ديروا فاسي اللي يبنوا لكم الماكلة ديالكم. ولي ما زال هتشوفي يلي حد الساعة وصلت معي لهذا الجزء من الفيديو فديرينا هداك اللايك فضلا وليس أمرا، هكذا باش تشجعوني ونضيف لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة. هنا كي مشتو هذيك الجفنة فرغت فيها واحد الكاس وربع حتى كاس ونص تاع الماء، شللتها مليح مليح وفرغتها على الطرف كامل تاع لاكوكوط هكذا باش هذيك التتبيله تبقى لاصقت لي في هذاك اللحم. دركا كيفاش نطيبوا هذه الرقبه؟ دوك نحطها فوق النار نخليها تغلي، نسكر لاكوكوط تاعي وين تصفر لي لاكوكوط ندير نار متوسطه ونخليها هذه الرقبه تطيب. ما تديش مده طويله، اللحم تاعها بزاف طري يعني دوب وحده وحده. واش نقول لكم، واحد 25 دقيقه حتى نص ساعه راح تلقاو هذا الرقبه طايبه كي الزبده. هنا بعد لاكوكوط تاعي ما دارت نقص النار خليتها متوسطه، رحت قطعت حبيبات تاع بطاطا وقليتهم كيما راكو تشوفوا. عاود رجعت لاكوكوط تاعي لقيت هذيك الرقبه واش نقول لكم يعني دوب وحدها وحدها. دوكا واش نديروا، راكو تشوفوا الكميه تاع المرق يعني نشفت تقريبا، بقى شويه فقط وما لازمش تنشفوا المرقه تاعكم كامل، لازم تخلوا كميه تاع المرقه. دوك نقول لكم واش ديروا بها. هكذا باش الساندويتش تاعنا من بعد لما نديروه يجي مشخشخ ويجي فيه هذيك المريقه واللحم ما يجيش ناشف. اذا جربتوا هاد الوصفه ودرتوا بها هذا الساندويتش ناكد لكم بلي راح يكون ابن ساندويتش كليتوه في حياتكم وبدون مبالغه. جربوه ورجعوا لي بالخبر. هنا نحيت كامل هذوك القطع تاع الرقبه، شوفوا البصل يعني ولا كي الزبده. من بعد كذلك راح نقول لكم كيفاش نديروا له. دوكا سهله، راح تخلوا رقبة تاعكم تبرد، يعني انا كنت زربانه في التصوير ولهذا وهي سخونه حاولت نحي لها كامل هذاك اللحم. انا شوفوا اللحم تاعها يعني يجي خيوط خيوط ويجي بزاف بنين. وهذا الرقبه يعني حاولوا تخلوا نار متوسطه الى هذه او خلوها تطيب يعني نص ساعه تصيبوها كي الزبده. دوكا انا واش ندير، راح نحاول نحي اللحم كامل هذا على العظام. اذا يعني كانت شويه سخونه ولا تقدروا تعاونوا رواحكم هكذا بفرشيطه ولا والا خلوها تبرد مليح مليح، هكذا تجيكم العمليه سهله. اللحم يتنحى لكم بالخف يعني تبقى لكم هذيك العظمه للداخل فقط. انا ما راحش نخليكم معايا، راح نكمل الكميه كامل بنفس الطريقه. وكل من حكمية تاع اللحم نحاول يعني نفتحها هكذا كيما راكو تشوفوا هكذا باش من بعد يعني هذاك اللحم يزيد يشرب لنا كامل هذيك المريقه اللي خليناها. هذه هي يعني راح نواصل بنفس الطريقه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي، وبعد ما نكمل راح نتحصلوا على هذا النتيجه. هذه هي الكميه تاع اللحم اللي خرجتها من زوج رقبات، يعني زوج رقبات يكونوا شويه خشان. دوكا واش ندير، حكمت مقلات فرغت فيها كامل هذيك المريقه اللي بقات لي في لاكوكوط. بالنسبه للبصل انا نقولكم يعني ما تستغناوش عليها، فقط هكذا عبزوها بالمغرفه راح تذوب وحدها وحدها وراح تزيد لنا في البنه نتاع هذا الحشوه. انا جبت هذاك اللحم اللي نقيته، فقط يعني حاولوا ما تنساوش قطعه تاع العظام ولا يعني واحد يكون ياكل في الساندويش ولا يعني راح يتلاقى مع عظمه ما لازمش. راح نقص النار ونخليها تتشرب لي كامل هذيك المريقه يعني بالخف، لكن خلوا فيها شويه مرقه هكذا باش الساندويش تاعكم يجي مندي وبني. بالنسبه للافكار اللي نطيبوا بها هذه الرقبه تقدروا ديروا يعني نفس الوصفه هكاك في البدايه. حاولوا اليو باش تمرقوا بكاس تاع الماء ولا كاس غير ربع، تقدروا ديروا مثلا ثلاث كيسان ولا، وديروا معها الحميصه ديروا لها المعدنوس وخلوها تطيب هكذا. يعني راح تخرج لكم كي شغل الشطيطه تاع اللحم بصح هي بالرقبه تاع الدند. تقدروا ديروا نفس التتبيله اللي درتها في الاول كامل، لكن ما ديروش هذيك صوص طوماط، ديروا الزيت فقط. وتقدروا كذلك ديروا شويه سمن كيما حبيتوا وخلوها تطيب في لاكوكوط حتى ينشف لها داك الماء. كذلك راح ديروا لها واحد الكاس ولا كاس غير ربع، من ينشف لها داك الماء كامل تبداو تخلوها يعني تتحمر في هذاك الزيت حتى تحصلوا على رقبه تكون محمره. كذلك تجي بزاف بنينه. كيما تقدروا طيبوها في لاكوكوط نص طياب يعني تكون طايبه مع الملح والتوابل، بعدها تنحيوها تحطوها في بلاطو تدهنوها بالزبده وتدخلوها للفرن تتحمر. كذلك مرات انا نطيب بها البركوكس، طيبوا بها البركوكس تجي عندها واحد البنه بزاف هايله. لكن هذه الوصفه اللي مديتها لكم اليوم من ابن الوصفات اللي تقدروا تجربوهم بالرقبه تاع الدند. درت لكم بها وصفه نتاع يعني الوقت تاعنا تاع دركا، ولادنا كامل يحبوا لي ساندويتش يحبوا، ولهذا يعني تحكموا لهم هكذا مكون يكون رخيص. مش يعني نقول يعني رخيص ولا راني نهضر على اللي قيسهم قيس ارواحهم ما يقدروش يشروا اللحم الغالي. تقدروا ديروا هذه الوصفه وتفرحوا بها وليداتكم. انا حكمت خبز التورتيلا ودرت به هذا الساندويتش، درت له كيشغل هذاك الطابع المكسيكي، درت له القزبر، درت له هذاك الحار مرقد، هو ماشي حار مرقد هذاك بوفتجوخ. وراني مشاركه معكم كذلك الوصفه، اذا كان عندكم مثلا المايز معلب ولا تقدروا ديروا كذلك في الوصفه هذه يجي بزاف بنين. البطاطا المقليه كذلك يحبوها كامل وليداتنا في الساندويشات.
واللي ما عندهاش هاد الخبز يعني راه وشحال من نوع تاع الخبز في القناة، ولا تقدري ديري وصفة ديالك يعني أضعف الإيمان، ديري ميني مطلوع وديري فيه هاد السندويشات كذلك، يجوا بزاف بنان. أنا كيما راكو تشوفوا درت له شوية كذلك فرماج تاع المونزاريلا من الفوق، وكنت موجدة البانينوز تاعي. أنا البانينوز ما نطيبش فيها قبالة، ندير لها ورق الزبدة هكذا يعني، من بعد نحي غير ورق الزبدة هذا ونلقى البانينوز تاعي نقية. كيما راكو تشوفوا شوفوا مازال جديدة رغم أنه عندها مدة طويلة لا من اللي شريتها. انا درت سندويش واحد لانه كان مازال الحال يعني هذاك الوقت كانت الخمسه ولا، وانا يعني هذه الوصفه درتها للعشاء. تقدروا كذلك اذا ما تحبوش لي سندويش احكموا هذاك اللحم ديروه في صحن، حاولوا تخلوا له شويه مريقه هكذا باش تلقاو وين تغمسوا، حطوه مع شويه تاع سلطه وراح تستمتعوا بعشاء بزاف بنين. حاولوا الماكلة تاعكم يعني غيروها للأحسن كيما يقولوا، ماشي شرط ما يكونش عندك اللحم كامل ولا يكون عندك اللحم مثلا هكذا رقبة تروح يعني طيبيها ما جات. الفكرة اللي حبيت نوصلها لكم من خلال هذا الفيديو ماشي أننا نطيبه فقط، وأننا ما يكونوا عندنا منتجات رخيصة نقدروا نقلشهم ونديروا بهم حوايج بزاف بنان وياكلوهم ولادنا وهما مستمتعين. هذا هو الميساج اللي حبيت نلحقه لكم. وشوفوا لي البنة تاع الساندويش ديالي يعني الوهلة الأولى لو كان تشوفوا هذا الساندويش وما تشوفوش باش خدمته وتقولوا كاش هبرة تاع اللحم الله الله طيبتها ودارت بها هذا الساندويش، وهي رانا مطيبينه غير بالرقبة تاع الدند. أنا كنت وحدي في الدار لما كنت نصور في هذا الساندويش، وش نقول لكم استمتعت به شهيتكم بالصحة ولهنا. إن شاء الله كامل جربوا هذه الوصفة وترجعوا لي بالخبر عليها في التعليقات. وصلنا نهاية الفيديو، وفي الأخير ما عليا إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.